الشأن الرياضي استحوذ على اهتمامات الناس اليوم، ففي ملعب الملك فهد الدولي في الرياض تقام مباراة المنتخب السعودي مع المنتخب التايلندي، وذلك ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 التي ستقام في روسيا. وبدأت منذ أيام الكثير من الشخصيات الرياضية البارزة بحملة لدعم المنتخب وتشجيع الناس على الحضور، وتم إطلاق عدد من الهاشتاجات أبرزها منتخبنا أولاً. هذه الحملة التشجيعية دفعتنا لطرح سؤال عن الموضوع في تصويتنا اليومي المعتاد، فكان هذا سؤالنا لليوم: هل ستحضر مباريات المنتخب السعودي الحالية إذا كانت في مدينتك؟ وأعطيناكم خيارين نعم أو لا، وبإمكانكم المشاركة في التصويت على حساب البرنامج على تويتر. في أخبار التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، حيث استطاع منتخب الإمارات تحقيق فوز مهم أمام اليابان، وذلك بحصوله على هدفين مقابل هدف على ملعب مدينة سايتاما ضمن المجموعة أو الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا. وتصدر هاشتاج اليابان الإمارات قائمة الأكثر تداولا على تويتر خلال المباراة وبعدها مباشرة. فجع الوسط الرياضي في السعودية صباح اليوم الخميس بوفاة رئيس نادي الاتحاد أحمد مسعود، وذلك خلال وجوده في تركيا ومرافقته لفريق الاتحاد في معسكره هناك. رئيس هيئة الرياضة العامة في السعودية الأمير عبد الله بن مساعد نعى مسعود على حسابه مقدما العزاء لأسرته ولجماهير النادي والوسط الرياضي. كما نشر نادي الاتحاد بيانا على موقعه على تويتر ينعى فيه رئيسه، ومنذ إعلان الخبر أصبح هاشتاج وفاة أحمد مسعود الأكثر تداولا على مستوى السعودية، كما وصلت جملة رئيس الاتحاد إلى قائمة الأكثر تداولا.